السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أطفالي الأعزاء في قناتكم قناة المغامر الصغير. اليوم بحول الله رح نديروا مع بعض المستقيمان المتعامدان والمستقيمان المتوازيان، ورح نديروا الفرق أيضا بين القطعة المستقيمة والمستقيم. إذا نبدأ على بركة الله. إذا أول حاجة أطفالي الأعزاء لازم نعرفوا ما هي القطعة المستقيمة وما هو المستقيم. إذن أطفالي الأعزاء، القطعة المستقيمة يعني كي تقرأوا أرسم قطعة مستقيمة، هذا يعني أنك حترسم قطعة محددة، يعني أرسم قطعة مستقيمة مثلا طولها 6 سنتيمتر. إذن تحكم المسطرة تاعك وترسم، يعني ها هو اللي كنا تحكم من الصفر إلى 6، وراح تحدد القطعة المستقيمة عندها حدين. أرسم القطعة المستقيمة مثلا AB، إذا نكتب AB، هذه قطعة مستقيمة AB عندها حدين، يعني فيها 6 سنتيمتر. 6 سنتيمتر هذه قطعة مستقيمة. أما المستقيم أطفالي الأعزاء، المستقيم ما عندوش حدود. أرسموا مستقيم دي، يعني تقبض المسطره تاعك وترسم فقط، هكذا ما عنده حدود، ما فيه لا 6 سنتيمتر لا 7 سنتيمتر لا 8 سنتيمتر. يعني تقدر ترسموها هاك، تقدر ترسموها هاك صغير، تقدر ترسموها هاك كيما كان، يعني ما عندهش حدود، ما عندهش الحدين كيما درنا هنايا. اما القطعه المستقيمه فلها حدين. قطعه من الورقه، هذه قطعه من الورقه، هذه قطعه من الورقه. اذا نفس الشيء، القطعه المستقيمه هو قطعه من المستقيم. ارسم مستقيم دي، راح نرسم مستقيم دي هكذا، هذا اذا هذا المستقيم دي. عين في المستقيم دي، يعني هذا في المستقيم دي، عينوا قطعه فيها 4 سنتيمتر، قطعة مستقيمة فيها 4 سنتيمتر. إذن هذا كله مستقيم، ننجم نزيد نطول، لا مستقيم قلنا ما عندوش حدود. عين قطعة مستقيمة فيها 4 سنتيمتر، إذن راح ندير فوق المستقيم، راح نحط المسطرة تاعي وندير نحدد من الصفر إلى 4، هذه قطعة مستقيمة فيها 4 سنتيمتر، هذه وحدها هذه قطعة من المستقيم. إذن قطعة مستقيمة AB، قطعة مستقيمة AB فيها 4 سنتيمتر من المستقيم D. إذا فهمتوا ما معنى القطعة وما معنى المستقيم. الآن راح نديرو المستقيمين المتعامدان. إذا المستقيمان المتعامدين، المستقيمان المتعامدان، كيفاش نديرو، كيفاش نرسمو مستقيمين متعامدين؟ أول حاجة نرسمه مستقيم. إذا ماش حنديرو قطعة مستقيمة، حنديرو مستقيم. يلا نرسمه مستقيم. دائما الرسم تاعكم يكون مائل، عمركم ما ترسموا على الخطوط تاع الكراس، لأنه خطوط الكراس، خطوط الكراس كلها متوازية وكلها متعامدة، يعني حرسم ما راش حتمد المفهوم تاعك الحقيقي. إذا رسمنا على الكراس أكيد، إذا رسمت هاك راح ونرسم مستقيم ثاني راح نتحصل على مستقيمين متوازيين. او اذا رسمت مستقيم هكذا، يعني نتبع خطوط الكراس وندير هكا، نتبع خطوط، راح نرسم مستقيمين متعامدين. اذا خطا، دائما الرسم تاعكم اطفال الاعزاء يكون مائل. اذا نواصلوا، قلنا نرسموا مستقيم مش قطعه مستقيمه، مستقيم قيم دي هكذا. من بعد قلنا ارسم المستقيم سي يعامد دي في النقطة A. ارسم المستقيم سي يعامد المستقيم دي، اذا ارسم سي يعامد دي في النقطة مثلا O. ارسم المستقيم، اذا لاحظوا اطفال الاعزاء، المستقيم نمثلو هكذا، المستقيم نديرو قوسين، ها مستقيم دي هذا مستقيم. اما القطعة المستقيمة نديروها هاك، يعني عندها حدود A B. ارسم المستقيم سي يعامد دي في النقطة O. يلا اذا ارسم مستقيم سي يعامد، قلنا دي، كيفاش نديرو يعامد؟ نحكم، اذا نرسم دي، اول حاجة نرسم دي،
من بعد نجيب هذه الكوس تاعي ونحطها هكذا، لان الكوس طبعها عفوا الكوس فيها زاويه قائمه، اذا هذه زاويه قائمه تاع الكوس، هذه ماهيش قائمه، زاويه حاده، وهنا فيها زاويه حاده، اما هنا هي هذه الزاويه القائمه. اذا احنا واش حندير؟ راح نحط القاعده هذه مع الزاويه القائمه هذه، نحط القاعده هذه فوق المستقيم تاعي هكذا هكذا، ونرسم مستقيم هكذا، ونواصل الرسم تاعو. اذا نواصل الرسم تاعو بهذا الشكل، هذا راه مستقيم يعامد هذا، لانه يشكل انايا زاويه قائمه، وهنا ايضا يشكل لنا زاويه قائمه، وهنا ايضا زاويه قائمه، وهنا ايضا، اذا عندها اربعه زاويه قائمه. وهذه اذا ارسم مستقيم سي ها ولا يعامد دي، راه معامودي، اذا شكل لنا الزوايا القائمه في النقطه او، يعني هذه هي او، هذه هي او، هاي او. ارسم المستقيم سي يعامد دي في او. الآن المستقيمان، المستقيم المتوازيان، المستقيمان المتوازيان أطفال الأعزاء. إذا أرسم المستقيم دي، إذا نرسم دي دائما مائل، راح نبدلو ميلو من هذا الشيء. إذا أرسم المستقيم دي، ثم أرسم مستقيم سي، أرسم المستقيم سي، أرسم مستقيم سي يوازي دي، إذا يوازي دي. نرسم المستقيم سي، كيفاش نرسمه؟ دائما نستعمل الكوس تاعنا، دائما واش راح ندير؟ أول حاجة راح نحط الكوس تاعي فوق المستقيم بهذه الطريقة هكذا، راح نحسب هنايا راكم تشوفوا اثنان، إذا راح نحدد النقطة الأولى فيها اثنان، شوفوا اثنان سنتيمتر، نعاود نمشي المستقيم تاعي هنايا دائما فوقو هاوليك دائما، وندير نقطة ثانية أيضا فيها اثنان. إذا حددت نقطتين يبعدان عن هذا المستقيم ب 2 سنتيمتر، إذا من لهنا 2 سنتيمتر ومن لهنا 2 سنتيمتر، إذا حددت نقطتين. من بعد نجيب المسطرة تاعي ونربط بين النقطتين هكذا، إذا هنا شكلنا مستقيمان متوازيان، هذا يوازي هذا. ما معنى مستقيمان متوازيان؟ معنى أن هذا المستقيمان مهما طولنا فيهم مستحيل أنهم يتلاقوا. أما هذان المستقيمان، انظروا أطفال الأعزاء، مثلا لو كان نرسم مستقيم هاك ونرسم مستقيم بهذا الشكل، هادو مستقيمان غير متوازيان. علاش؟ لأننا لو كان نطولوا هذا ونطولوا هذا، مثلا راح نطول هذا، قلت لكم مستقيم ما عندوش حدود، نطولوا كما نبغوا، ونزيدوا نطول هذا، راح نطول هاك، تشوفوا كي راح نطول، راح نطول. إذا لاحظوا أطفال الأعزاء تلاقوا، تلاقوا في نقطة، يعني تقاطعوا في نقطة. إذا هادو مستقيمان غير متوازيين، لأنهم كي تلاقاو في نقطة، يعني كي طولناهم تلاقاو في نقطة. أما المستقيمان المتوازيين مهما طولنا فيهم مستحيل أنهم يتلاقاو في نقطة، هادو هما المستقيمان المتوازيين. جيد أطفالي، إذا لاحظوا هنايا هذا الشكل، هذا الشكل، إذا عندنا أربع مستقيمات، عندنا مستقيم أو، مستقيم بي، ومستقيم سي، ومستقيم دي، إذا هذه كلها مستقيمات. إذا لاحظوا، استخرج من الشكل مستقيمين متوازيين، ومن بعد قالوا لنا استخرج من الشكل مستقيمين متعامدين. من بعد، هل المستقيم دي يعامد المستقيمان أ و بي ولماذا؟ إذا أول سؤال، استخرج من الشكل مستقيمين متوازيين، إذا نستخرج من الشكل مستقيمين متوازيين. أنتم كي تشوفوا في النظر تاعكم راح يبان لكم أن هادو اثنان مستقيمان متوازيين، أما هادو راهم قريب يتلاقاو، نشوفوكم قريب يتلاقاو، إذا هادو ماهمش متوازيين، المستقيم سي و دي راهم قريب يتلاقاو. باقي مستقيم أ و بي راهم يبانو بعاد على بعضهم بعض، إذا يبانو متوازيين. كيفاش نديرو؟ راح نشوفو إذا صح متوازيين. راح ندير مثلا، ندير نقطتين هنايا، ندير النقطة الأولى من المستقيم بي، راح ناخد نقطتين، هذه نقطة، هذه نقطة،
وهذه نقطة. إذا أخذنا نقطتين من المستقيم ب، راح نشوف المسافة. إذا كانت المسافة بين هاد النقطتين بين هاد المستقيم متساوية فهذا يعني أنهما متوازيان. إذا راح نشوف، إذا هذه لاحظوا 2 سنتيمتر، وحنشوف هذه لاحظوا أيضا 2 سنتيمتر. إذا المسافة بين النقطة والمستقيم هذا راها 2 سنتيمتر، والمسافة بين هذه النقطة وهذا المستقيم راها 2 سنتيمتر. إذا هذا يبين أن هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم. إذا المستقيم A و B متوازيان. نستخرج من الشق مستقيمين متعامدين. يلا نشوف مستقيمين متعامدين. إذا راح ندي، إذا ها المستقيمات كلها هنا متقاطعة، راح ندي دائما نستعمل دائما دائما القوس. إذا راح نشوف هاد المستقيمين راهم على هاد المستقيمين، يلا راح نشوف، راح نتبع هنايا نشوفوا المستقيمين اللي شكلونا زاوية قائمة. إذا نلاحظوا هنايا هذا هنا راها عفوا، إذا هنا راها زاوية قائمة هاي. إذا بين هذا وهذا راح يشكلت لنا زاوية قائمة، لاحظتوا يعني شكلت لنا زاوية قائمة. أما نشوفوا هذا المستقيم مع هذا، ها هو لك المستقيم هنايا هنا ما شكلت لنا زاوية قائمة، شوفوا راه رايح المستقيم ها هو لك هنا ما راش منا. إذا هذا مع هذا مع هذا لم يشكل زاوية قائمة. أما المستقيم C و B شكلوا زاوية قائمة. أيضا المستقيم C و A انظروا، أيضا المستقيم C و A شوفوا شكلوا زاوية قائمة، حتى هذا راه مشكل زاوية قائمة. إذا مستقيمان متعامدان هما المستقيمين C و B أو C و A. أما هذا D ماهوش عمودي عليها. إذا نكتبوا المستقيمان B و C. إذا المستقيم B المستقيم C متعامدان بهذه الطريقة. من بعد قالوا لنا هل المستقيم D هذا D، هل المستقيم D يعامد المستقيمان A و B؟ A و B يعني هذا المستقيم وهذا المستقيم. قالوا لنا هل هذا المستقيم هذا المستقيم يعامد هذا، هل هو يعامدهم ولماذا؟ إذا نشوفوا، إذا نشوفوا قبل مع A، مع A لا يعامده ولا يشكل زاوية قائمة، شوفوا وراه رايح منا ما راش رايح منا. إذا هذا لا يعامد A، إذا D لا يعامد A. وش قالوا لنا أيضا؟ A و B، نروحوا نشوفوا مع B، ها هو ليك أيضا لا يعامد، شوفوا راه رايح ما راش رايح منا. إذا لا يعامد. إذا هل المستقيم D يعامد المستقيم A و B؟ لا، هو لا يعامدهم. لماذا؟ لأنه لا يشكل زاوية قائمة وإنما يشكل زاوية حادة، انظر زاوية حادة وليست قائمة. إذا هو لا يشكل، إذا نكتبه D عفوا D لا يعامد لا يعامد A و B. إذا D مستقيم D لا يعامد A و B، لا يعامدهم. لماذا؟ لأنه لا يشكل لا يشكل معهم زاوية قائمة، لأنه لا يشكل معهم زاوية قائمة. انظروا لا يشكل زاوية قائمة. انظروا الآن أرسم قطعة مستقيمة طولها 8 سنتيمتر، قطعة مستقيمة AB، أرسم القطعة المستقيمة يعني AB هاي هنا طولها 8 سنتيمتر. إذا حدونا أنها قطعة، شوفوا القطعة كيفاش تجي محددة، طولها كم 8 سنتيمتر، عين منتصفها O. أرسم المستقيم D الذي يعامد القطعة AB في النقطة O. يلا حنبداو غير بالوحدة، نبداو الأولى هذه بعد نروحوا للثانية بعد نروحوا للثانية. نبداو أرسم القطعة المستقيمة طولها 8 سنتيمتر. يلا ميلو ما ديروش على الخطوط تاع الكراس ولا تاع الورقة. إذا نرسم القطعة المستقيمة قالوا لنا طولها 8 سنتيمتر، يلا هاي لا واحد. إذا نحدد الأولى ونمشي حتى 8 سنتيمتر هاي هنا، ونحدد الثانية. إذا القطعة مستقيمة AB يلا نكتبوها A و B فيها 8 سنتيمتر 8.
عين النقطة O يعني عين منتصفها O منتصفها. إذا نعرف إحنا يا منتصف 8 نصف تحت 8 هو 4. إذا نحط هنا يا نحسب حتى الأربعة وندير النقطة تاعي O. إذا حددت النقطة O. AB مستقيم. AB درنا له حدود. القطعة المستقيمة عفوا AB درنا لها حدود والنقطة المنتصف تاعها O. إذا من لهنا أطفالي الأعزاء من لهنا رعدنا 4 سنتيمتر، من لهنا رعدنا 4 سنتيمتر، ومن لهنا رعدنا 4 سنتيمتر. أما من A ل B رعدنا 8 سنتيمتر. من بعد أرسم المستقيم الآن. مستقيم وليست قطعة. مستقيم D الذي يعامل القطعة AB. إذا هذه قطعة AB راح نرسمه مستقيم يعامدها. أين في النقطة O؟ ما معنى في النقطة O؟ يعني قلت يعني نحط نجيب الكوس تاعي. إذا في النقطة O نحطه في النقطة O، يعني هذه الزاوية القائمة هذه نحطها في O. هكذا نحطها في O خاطر على خاطر قالوا لنا في النقطة O يعامل في النقطة O. إذا نديروها في النقطة O وندير خط بهذه الطريقة ونواصل الرسم تاع الخط هكذا. إذن ما نديرولوش حدود لأنه مستقيم وليس قطعة مستقيمة، ما عندها لا طول، ما عندوش طول كما القطعة المستقيمة اللي قالوا لنا عندها 8 سنتيمتر. إذن هذا هو المستقيم تاعنا دي. هذا المستقيم دي الذي يعامل هؤلاء. إذا شكل زاوية قائمة هنا، أيضا شكل زاوية قائمة هنا، شكل زاوية قائمة هنا، شكل زاوية قائمة. إذن يعامل AB في النقطة هذه O، في النقطة O اللي هي منتصف A و B. جيد. إذن هنا يا واش قالوا لنا؟ قالوا لنا D مستقيم. يلا D مستقيم. إذن نقول نبداو بالأولى ونروحو الثانية. ده غير يعني درجة بدرجة. D مستقيم نفس المستقيم تاعنا هاوليك D. D مستقيم. بعد قالوا لنا أرسم مستقيم C. إذن أرسم مستقيم C الذي يوازي D. إذن موازي ويبعد عنه بثلاثة سنتيمتر. إذا احنا نرسمه مستقيم يوازي دي ويبعد عنه يعني يكون بعيد عليه بثلاثة سنتيمتر. كيفاش ندير؟ راح نقبض الكوس تاعي، راح نعين نقطتان بعاد على المستقيم دي بثلاثة سنتيمتر. إذا راح ندير النقطة الأولى النقطة الأولى 3 سنتيمتر. هي هنا 3 سنتيمتر، هي هذه هي 3 سنتيمتر. دونك واش حندير؟ باسكو شتو شوفوا الكوس ما تبداش من الصفر مباشرة، إنما هذا هو الصفر. يعني لو كان ندير منا نحسب حتى لهنا ما حش تولي 3 سنتيمتر. إذا واش حندير؟ راح ندير فقط نعلمكم، راح ندير خطوط هكذا، خطوط فقط. عندي مستقيمان كشغل، عندي كما لو انني راح ندير مستقيمان متعامدان اثنان، وعندي المستقيم الثاني. اذا شكلنا مستقيمان متعامدان. فوق هذا المستقيمان راح نحسب 3 سنتيمتر. اذا هنايا راح نحط الصفر، هاي لك الصفر تاعي هنا، وندير 3 سنتيمتر. هذه النقطه الاولى، هذه النقطه الاولى، ونعاود فيها 3 سنتيمتر من لهنا 3 سنتيمتر، ونروح هنا وأيضا ندي النقطة الثانية 3 سنتيمتر. بهذا الشكل رانا درنا نقطتان. إذا نجيب المسطرة وهذو النقطتان اللي درناهم بعاد على المستقيم هذاك ب 3 سنتيمتر، إذا بهذا الشكل، ونمسح طبعا هذا مسحقهمش، هذو فقط عيننا عليهم النقطتين. لأننا باش نرسمو مستقيمين متوازيين لابد أننا نعين نقطتين. إذا هاد النقطة وهاد النقطة راهي بعيدة على هاد المستقيم بثلاثة سنتيمتر، راهي بعيدة عليه بثلاثة سنتيمتر. هنايا أيضا راهي بعيدة عليه بثلاثة سنتيمتر. إذا قالوا لنا ثلاثة سنتيمتر، إذا نلاحظ أن هاد المستقيم، هاد المستقيم راه يوازي هاد المستقيم وراه بعيد عليه بثلاثة سنتيمتر. إن شاء الله بك تكونوا فهمتوا. إذا آخر التمرين، أرسم قطعة مستقيمة AB، قطعة قلت
طولها 6 سنتيمتر. إذا هذه الأولى. عين النقطة O منتصف القطعة AB، هذه الثانية. أرسم المستقيم، مستقيم هنا D عمودي على القطعة، هذه قطعة عمودي على القطعة AB في النقطة O، نقطة O نشتغل. من بعد عين النقطة C، نقطة هذه مش مستقيم، عين النقطة C على المستقيم D، ثم إذن هذه واحدة، ثم أربط بين النقاط ABC. من بعد أخيرا على ماذا نتحصل؟ إذن نبدأ درجة بدرجة. أول شيء أرسم قطعة مستقيمة AB طولها 6 سنتيمتر. يلا نبدأ، هي الأولى. أرسم قطعة مستقيمة دائما مائلة، أطفال الأعزاء دائما مائلة. إذن أرسم القطعة المستقيمة AB طولها 6 سنتيمتر. إذن نرسم 6 سنتيمتر، إذن ها هي ونحدد، فهذه قطعة مستقيمة A وB فيها 6 سنتيمتر. إذن الجزء الأول كملناه. الثاني، عين النقطة O منتصف القطعة AB، O راها منتصف قطعة AB. إذن نعين النقطة O منتصف AB، نعرف أن AB فيها 6 سنتيمتر، نصفها هو 3 هكذا، وندير هذه O، هذه هي النقطة O في المنتصف. BO 3 سنتيمتر و AO 3 سنتيمتر. يلا نزيدو نواصلو. أرسم المستقيم، إذا المستقيم D عمودي على AB في النقطة O. أرسم المستقيم D عمودي على AB في O. أرسم المستقيم D يكون عمودي على AB في O. إذا في O نجيب الكوس تاعي ونحطه في O هكذا بهالطريقة ونرسم ونوصل. إذن هذا مستقيم عمودي، المستقيم D عمودي على AB في O، يعني فوت على O، في O معناتها يمر على O. نواصلو. عين النقطة C على المستقيم D، عين نقطة C، نقطة فقط، أي نقطة، ما قلنا لا منتصف لا والو، عينو نقطة C فقط على المستقيم دي. يلا نعينو النقطة C، هذا مستقيم دي، نعينو C هنا أو هنا أو هنا كما تحبوا. إذا راح نعينوها هنا، عيننا نقطة C على المستقيم دي. واصلوا؟ هذه كملنا معها. أربط بين النقط A B C، أربط بين النقط A B C وراهم A B C. إذا نقطة A هذه A، والبي وراهي ها هي هنا، والسي وراهي ها هي هنا. اذا راح نربط بين النقاط الأ والبي والسي، راح نربط بهذه الطريقه، نربط بيناتهم بهذا الشكل، ربطنا بيناتهم. اخر سؤال، على ماذا تحصلنا؟ اذا على ماذا تحصلنا اطفال الاعزاء؟ تحصلنا طبعا على مثلث، تحصلنا على مثلث. المثلث ماذا؟ A B C. إذن تحصلنا على المثلث A B C. وهكذا أطفال الأعزاء نكتفي بهذا القدر، بالتوفيق إن شاء الله في دراستكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.